سالمين التوش مفخرة من مفاخرنا العربية اللي نعتز فيها أمام الأمم الأخرى. ده ابننا ابن الأمة العربية، صحيح هو فرنسي دلوقتي بس أصله عربي، يعني من دمنا، من حق الأمة العربية تفخر بيه وتحتفل بأحد أبنائها. يا سلام، ده ابننا ده. سالمين التوش رفع رأسنا يا أخي، وأنا يعني هذا يعتبر فخر العرب جميعا، وأنا زعلان قدني من المعلق الرياضي ما يقول اسمه الحقيقي التوش، يقول سالميه توشو. كيف يا أخي؟ هذا عربي مننا، من لحمنا ودمنا، كيف؟ وأنا يعني إحنا العرب الحقيقة ما لناش حظ في كأس العالم، نروح هكذا زينة نخرج من كأس العالم قبل ما يبتدي. الحقيقة سالمين التوش هذا فخر لنا، وأنا أدعو العرب جميعا اليوم الموجودين في باريس لحضور الحفل الكبير اللي نقيمه احتفال بالبطل وفخرنا، ومع السلامة.